من أنواع السحر سحر التوهم، سحر الأوهام، وذلك بأن يدخل الساحر الوهم في نفوس الضعفاء، لأن الوهم إذا دخل يصبح كأنه حقيقة عند هذا الشخص صاحب القلب الضعيف. يقول ابن كثير رحمه الله مختصرا لكلام الرازي، يقول يستطيع الإنسان أن يسير على جسر فوق الأرض، بينما إذا سار على جسر وهو نفس الجسر لكن تحته ماء أو تحته بحر، فإنه يتوهم أن هذا الجسر سيسقط به، وكلما زاد التوهم لديه كلما عظم الخوف والرعب في قلبه، فلربما سقط بسبب قوة التوهم. ولذلك بعض السحرة قد يدخل التوهم في قلوب بعض الناس.